اليوم حضرت حيت كاين تكريم ديال اختي وصديقتي ليلى عزيز وتكريم ديال رضوان نادر الخياط اللي كنبغيهم بزاف وكنتمنى لهم كل التوفيق واللي شرفونا في البلاد ديالنا وخارج البلاد ديالنا وكنقول لهم تبارك الله عليكم وديما متالقين. مع عند سلمى مولات الحفل اللي نظمت ليفينمون دعتني انا بصفه خاصه وفريد بصفه عامه وحنا كنا معروضين صراحه فطور اخر فطرنا في جهه اخرى وفي نفس الوقت حيت اكدت علينا قلنا نعملوا شويه هكذا شويه هكذا وخصوصا ملي عرفت فرح هنايا هضرنا مع بعضنا في الصباح وجيت باش نشوفها. حاليا يلا صورت واحد المسلسل مع استاذ الممثل الكبير ادريس الروخ اللي كنوجه له التحيه وكنقول له كنحمق نخدم معك ادريس لانك مخرج كان زعما كنفتخر انني كنكون خدامه معك شكرا بزاف. يلا ساليت مع مسلسل وعندي ان شاء الله فيلم سينمائي اللي غادي يتم التصوير ديالو ان شاء الله في تطوان وكذلك مع من هرم اللي هو هرم ديال اهرامات المغرب مخرج محمد اسماعيل اللي ان شاء الله غيتم التصوير ديالو اسمه لامورا والو وقع الصلح الحمد لله. شنو المشكله بعدا اللي كانت؟ صافي كلشي عرف شنو هو المشكله. ماشي في الماضي نضرو دابا في المستقبل الحمد لله تصالحنا وصفينا الخواطر وفرح اختي وحنا خوات وخوات وكيدابزو المصارين كيدابزو في الكرش ماشي الا الخوات وفرح اختي. بزاف الناس دخلوا الحمد لله في خيط ابيض الله يكثر خيرهم وحتى الناس اللي دخلوا بالخيط كحل الله يكثر خيرهم. كنقول لهم كنتمنى الناس اللي كيظلموا الناس من غير يعني قصد اولا كيظلموهم بقصد الله يهديكم والله يسامح لكم دائما حتى تعرفوا الشخص عن قرب ما تحكموش عن بعد. وكنقول لهم حاولوا تقولوا الكلام الطيب رحنا في رمضان وشهر كريم والله يدخلوا عليكم الصحه والعافيه وعيدكم مبروك واخا باقي بعيد. انا ما عنديش لا روتين كل نهار كيف كندوزو مره في الدار مره معروضين مره كل مره فاين زعما ما عنديش واحد الروتين اللي كنتبعه. حصريا على موقعنا هل لديك صفحة وتريد أن تروج لها؟ هل لديك مؤسسة، محل، بضاعة، خدمات، وكالة سياحية أو علامة تجارية وتريد أن تروج لها؟ هل لديك إعلان، إشهار لسلع، آلات، ماكينات تريد الترويج لها؟ هل لديك دورة تدريبية، ملتقى أو دعوة افتتاح وتريد أن توصلها لأكبر عدد من المهتمين في مجالك؟ فتختار الزمن، المنطقة، المدة التي تناسبك. نحن نقترح عليك خدمة الإعلانات والإشهارات المدروسة. نحن نوفر عليك الجهد وسندرس الاستهداف بدقة لنعطيك أفضل النتائج. Thank you.